عادتك لاعبي محمد دائما تقول لا تسألني عن عدد ذهبي، بس انت اليوم اشرت على الجمهور بعشرة، حضر صح. لا خلاص الحين عديتها من الهدف الثامن بعد ما احرجتني في السؤال، عديتها يعني دائما يجيني السؤال وانحرجت بصراحة، وصرت اعدها الحين واعد اللي بعدي وكل شيء. شايف كابتن فنيا اليوم الشوط الاول انتهى بهدف، الشوط الثاني الوحدة استطاع ان يصل لمرماكم اكثر مرة، بصراحة كابتن تتفق مع من يقولنا اقوى فريق قابل الهلال هذا الموسم؟ والله شوف يعني ما اقدر اقول لك اقوى فريق، لكن من الفرق القويه يعني، ما ابخس حق الباقيين يعني ولا 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 اقلل منهم، لكن لعبنا قدام الوحده وانا عارفين انه راح يقدم مستوى جيد وانه يطمح في 3 نقاط، وكنا يعني عازمين كل العزم على ان نحصل على 3 نقاط وعارفين انها صعبه، والحمد لله يعني ربي وفقنا. كابتن أن تصل إلى فارق 8 نقاط ما بينك، تتوقع أن يكون هذا الضغط على فريق الوصيف اللي يطارد نادي الهلال؟ هو أكيد يعني راح يكون في ضغط، لكن حتى حلاوة الدوري يعني لازال، ولازال الهلال حتى أنا أسميه يعني في البداية يعني ما بعد أخذنا الدوري ولا بعد يعني خطينا خطوة كبيرة، أمامنا مباريات قوية وكل شوي الدوري يصعب علينا وكل شوي مباراة تصعب علينا، إن شاء الله ربي يوفقنا في الجاي. تجيب الهدف رقم 15؟ والله ان شاء الله يعني كلاعب وسط 10 اهداف زينه، اسمع قرار ترى ثاني، لكن ان شاء الله نحاول، لا يمزح لكن ان شاء الله نحاول. يكلعب الله يعافيك.